حلما ساطعا في عالم الأصالة. الكل يهني علي الجمري المرشح العنيد صندوق البريد لعربة المعلقين، يتحدث دائما عن الرموز عن الأساطير. أصر كثيرا بوحياب على أن تعلن وتقلع بروق بكأسها، وها هي النتيجة كما كان صاحب المضمرين ينطلق مشاهدين الأعزاء قبل قليل وعلى الهواء مباشرة، ينطلق شوط المحليات حاملا الكاس، الكاس الخاص للمحليات الأصايل، الكأس الغالية الأخرى التي يطمح لها الجميع، يطمع بها الجميع. المسند وبن مرخان متلاقين مرة أخرى على قمة هذا الشوط. كأس مكتوم بن راشد طيبه الله، طيب الله ثراه وأسكنه الجنان. هنا الكأس الخاص بالمحليات الأصايل مع منافسة من أرض الثمانية كيلومترات من تحفة ميادين السباق، مع خمسة نجوم، مع خمسة مراكز، مع خمسة عمالقة وخمس شعارات، مع خمس دول خليجية تنطلق، بداية مع المركز الأول. وها هو شعار بروق مسيطرا على زمام الأمور، قريبا من الكأس الثانية من خلال الدفع اللي نراه التلقائي لشعار الصعب. تحت المشاهدين الأعزاء سياسة مقدمة هذا الشوط باحثة عن بصمات هذا الشعار الخاصة بالمحليات ورمزها، ولكن المسند العنيد، المسند الفريد، المسند العجيب الرهيب الذي أشعل فتيل السوق ليلة أمس من أجل هذه الرموز لم يوفق، ولكن سيوفق، فهو بطل من أبطال هذه الرياضة، داعم للسوق، داعم لشعاره، داعم لجماهيره، قادم من دولة قطر الشقيقة، قادم من الشحانية، من ميدان التحدي، ميدان المعجزة وخود وارتياد وغيرها من الرموز والأساطير. نرى في المركز الثاني في منافسة سياسة تأتي بالزاف، يا سلام يا سلام، برشة بالزاف، ديالك الكاس يا المسند، حرك حرك يا الله الله، بتلقاه يقول الكاس ديالي، الكاس ديالي، يا سلام. بالمغرب العربي يتحدث المسند، يبتعد عن الخليج بالأسماء ليجرب الوطن العربي الواسع بأسمائه الجميلة ليختار هذا الاسم. بالزاف 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 محتل المركز الثاني، غيرت خطفة المركز الأول من سياسة للسيد أحمد بن خالد بن أحمد بن عبد الله المسند من دولة قطر شقيقة. المركز الثاني إذن سياسة بسياستي، هذا الشعار وهذه الذلول وهذه الهجن، شعار بروق صاحب المضمرين. دريت ليش أتمناه أنا ذاك اليوم في رمز الصغار، ليه أتمنى وجود الصعب؟ لأني أعرف أن صعب عنيد مفيد لجماهير شعاره. تأتي سياسة لمحمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. المركز الثالث الهديفي، الهديفي يقترب والدفنة، الدفنة الدفنة القادمة من الدفنة من دولة قطر، من دولة قطر الشقيقة، من ميدان الشحانية للسيد 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 عبد العزيز بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري، واحد أيضا عنيد من الملاك الذين ينطلقون في الرموز، عنيد ومهيئ للرموز، جاهز مستعد. مرحبا بالهديفي وبدار الهديفي واللي جانا منه الهديفي، وهلابه بداره، هلابه في مكانه في أرضه في ميدانه. المركز الرابع، تحتل المركز الرابع مصيحة للسيد محمد بن فرج بن راشد بن عبيد المنصوري، واحد كان حاضر أظني في شوط الكاس المفتوح بقوة مع هذا الشعار لا يستهان فيها مشاهدين الأعزاء. مصيحة تليها في المركز الخامس،
المركز الخامس مكمل النداء، مكمل النجوم، مكمل اللآلئ، اقتحام سعد بن عنزان، العنزان النعيمي، قادم شعار قطر الاقتصادي مع بنك قطر الوطني. وين سالم بن عنزان؟ يا سلام يا سلام يا أنا سعد، سعد بن عنزان أخوه البرشلوني البرشلوني البرشلوني. نعود إلى مقدمة شوط، إلى رمزنا، ما الذي جرى وترى يا جماعة؟ شوفوا شوفوا شوفوا، قلنا لكم الهديف مو بسيط مو بسيط مو بهين مو بسهل. الهديفي جاءنا هنا بمحلياتنا، اشترى اتحمس واصل كب البيزات دفع الفلوس، يبقى كاس المحليات يا بن منانة يا الناطق الرسمي يا الرميثي، اشتروا حركوا السوق اعطوني فلوسكم بشتري. طيب والله العظيم ما خلي الكاس يصير، ما خلي الهديفي هذا، ونعم كفو ويستاهل، لكن عاد بضغطه بياخذه بالشين لو اشتريت ونافسته، لكن عاد العين بصيرة واليد قصيرة، خلنا نعيش عيش يا بن منانة وسيبنا عيش. الهديفي ينطلق ينطلق مشاهدينا الاعزاء، ينطلق الهديفي الكواري، الدفنه الدفنه الدفنه، قادمه الى كاس مكتوم بن راشد، طيب الله ثراه، عبد العزيز بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري، ولا ننسى حمد بن غانم له دور كبير داعم هذا الشعار، داعم هذه الانجازات. حمد بن غانم راعي الصقاره، راعي الطيور، ونعم يا ابو غانم ونعم بالجميع. الانطلاقه مع المركز الثاني والتحرك، الخطوره قادمه من مصيحه محمد بن فرج بن راشد بن عبيد المنصوري، الله يا ابو فرج ظاهر من السياره، ظاهر من السياره، حماسه زايد حماسه زايد، ما شاء الله ما شاء الله، الله يخلف التعب الله يخلف التعب الله يعوض. شوفوا 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 اللي يحبونها من قلب من قلب يحبون الهجن يا جماعة، يبون الرمز كيلو مترين، هيا بنا إلى الكاس، هيا بنا يا عمالقة التضمير يا ملاك الأصايل، انطلقوا هيا بنا إلى العمل الجد، كأس الختامي كأس ختام الختاميات المرموم 2017 ياهو كاس. لكن الهديفي المركز الثالث نرى اللي تحتله، خير غانم بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني، قطر قادمة مرة أخرى بشعبها بجماهيرها بشعاراتها، يليها المسند، المسند يبحث يبحث عن الرمز، يبحث عن مكانة مرموقة في هذا المهرجان، ينطلق المسند ونعود مشاهدينا الاعزاء مع هذا الانفراد اللي ينفرد الهديفي. يبدو ان السلام شحاني شحاني معذراوي، معذر يا معذر يا معذر، عين الله عليك، لا معيريس، هذه معيريس معيريس، والله هو عريس اليوم يا ابو خليفه، هو عريس اليوم الهديفي، عريس كاس المحليات، عريس المرموم، معذر الجنوبي والشمالي، يلعب يلعب العب يا ولد يا الهديفي، معذر ينتظر، والدفنه والدفنه والشحانيه ولا العصات مدفونه مدفونه، لكن انا شايف خطوره يا الهديفي يا الهديفي، وصلوك يوك 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 يوك، الله حرك عصاتك يا الهديفي، ما عاد فيها في البطاني، يا السلام يا السلام، انطلق مع الدفنه مع الدفنه، والثاني ايضا ياتي الهديفي مره اخرى، قلنا لكم يستهدف الكاس يستهدف الكاس يستهدف الكاس، الهديفي يا السلام يا السلام، عبد الله بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري، امباب امباب امباب، تفتح الباب، خلاص خلاص، شحاني شحاني، دولتي قطر شقيقة، اشقائنا
في محلياتنا في عمانيات عمان ومحليات الإمارات ينتزعون الكاس، يخطفون كاس هذه النوعية، يخطف الهدافي الدفنة. ومباب مباب غيرت الموقف، مباب قادم للدفنة، مباب والدفنة، مباب والدفنة. الله، بن حضير فتح الترشيح، فتح باب الترشيح بامباب. هذا هو الهدافي، يعلن الفوز بالمركزين الاول والثاني. تهانينا والناموس وسلام، سلام 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 يا حمد يا بن غانم يا الهدافي، وسلام يا عبد الله يا بن غانم يا بن سلطان يا الهدافي الكواري، وايضا عبد العزيز بن غانم بن سلطان الهدافي الكواري. سلام يا معيذر، سلام يا سلطان يا بن غانم الهدافي، سلام يا دولة قطر الأشقاء الأفاضل، سلام يا شحانية، سلام. المركز الثالث، ثالث المراكز بدأ سعد بن محمد بن سعد المسند. المركز الرابع، رابع المراكز وصلت شيمة بخيت بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح. خامس المراكز 20، يا سلام، مهابة للسيد فهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيارين. هجوم شحاني خطير على كأس المحليات من خلال التواجد الأسماء الكبيرة اللي فازت. شوف التوقيت لهديفي ومباب، يا سلام. مباب تقطع الثمانية في 12 دقيقة 38 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا من كل قلوبنا نزفها للسيد عبد الله بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري، ضيفنا العزيز القادم من دولة قطر شقيقة. سلام يا معيذر، سلام يا معيذر. المركز الثاني الدفنة اللي قدمت مستوى رائع وجميل، خدمة عجيبة رهيبة لأختها، فازت أيضا بالمركز الثاني. لم تخب الظنون بالدفنة ومن رشح الدفنة، 12 39 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على فوز الدفنة في الثاني، المركز الثاني على كأس المحليات، كأس الشيخ مكتوم بن راشد طيب الله ثراه عبد العزيز بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري. ثالثا المسند، شحاني هذا الشوط بزعفرانه بكله بحبه بكاسه بناموسه، الله، بحماسه اللي فازت بالمركز الثالث. بدأ سعد بن محمد بن محمد بن سعد المسند 12 48 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا للأشقاء الضيوف الكرام من دولة قطر الشقيقة، تهانينا لكل الفائزين، لمن حصدوا الرموز. هنيئا لمن مرخان، هنيئا للهديفي، وهنيئا لمن سيخطف ما هو آت من الرموز. أعود بالميكروفون الآن وأحيل للزميل نايف بن سعود آل بلوز.